بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. أفضل الأيام وأحب الأزمنة إلى الله هو يوم الجمعة، وأحب الأعمال وأفضل الأعمال إلى الله هي التوبة والإنابة. لذلك أفضل عمل يعمله المسلم يوم الجمعة هو التوبة والإنابة وكثرة الاستغفار. أخي المسلم، الله عز وجل في القرآن الكريم كلما ذكر آيات العذاب، كلما ذكر آيات العقاب، قال بعدها: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال العلماء: التوبة سبب النجاة، التوبة سبب الغفران، التوبة سبب المغفرة والخير في الدنيا والآخرة. لذلك أفضل عمل تعمله أخي المسلم يوم الجمعة هو التوبة والرجوع إلى الله وكثرة الاستغفار والإنابة. جدد العهد مع الله، اغتسل وتوضأ وصلي ركعتين وتوب إلى الله، فذلك أحب وأفضل عمل تعمله يوم الجمعة. لذلك بارك الله فيكم، استغفروا الله تبارك وتعالى حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. عسى أن تكون توبتكم هذه يوم الجمعة سبب نجاتكم وسبب مغفرة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وسبب الحصول على الخير في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.